منح من كل الألوان. بس أحمد كريم سلمان من العراق، أشكر قناة منح من كل الألوان على دعمهم المستمر. معكم مجد عماد داود، أنا قدمت على منحة من قناة منح من كل الألوان. أخوكم إبراهيم منصور حسن من اليمن، قدمت على قناة منح من كل الألوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي حاب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل ألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح عديدة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه جميع مقالات المنح اللي احنا بنعرضها على القناة وجميع خدماتنا اللي احنا بنوفرها. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممولة بالكامل في سلوفاكيا. اللي ما يعرفش سلوفاكيا هي دولة أوروبية، تمام، منحة الدول قوية جدا ومستوى التعليم فيها عالي كتير. التقديم مفتوح الآن على منحة سلوفاكيا، تمام، اللي هتبدأ بسنة 2023 ومتاح لطلاب الماجستير وطلاب الدكتوراه والمعلمين والباحثين التقديم على المنحة دي. هنا عندنا وصف مختصر المنحة دي. الدولة اللي فيها المنحة هي سلوفاكيا، الجهة المانحة هي وزارة التعليم والبحوث، يعني دي منحة حكومية. أول لما تسمع كلمة منحة حكومية يعني أنت كده بتتكلم عن منحة ممتازة جدا. الفئة المستهدفة جميع الدول، جميع الدول متاحة للتقديم في المنحة دي، سواء أنت من دولة عربية أفريقية أسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة لمستوى الدراسة، المنحة دي متاحة لدرجة الماجستير ومتاحة أيضا لدرجة الدكتوراه، كمان متاحة للباحثين ومتاحة لأساتذة الجامعات، تمام. بالنسبة للتمويل، المنحة دي ممولة بالكامل. طيب تفاصيل عن المنحة دي، بيقول لك ان دي منحة دراسية ممولة بالكامل، هتغطي المنحة الدراسية المجانية جميع التكاليف ومعظم النفقات، تمام، وهتكون كالتالي. هتكون تكاليف المعيشة مشمولة والدراسة، وكمان هيشمل لك فيها راتب شهري لو انت طالب جامعي يبقى 400 يورو، طالب جامعي معناه ماجستير يعني، لو انت طالب دكتوراه هتكون 734 يورو شهريا كراتب، وهيكون عندك بدل السفر لطلاب الجامعة والدكتوراه اللي هم طلاب الماجستير والدكتوراه، هيكون تذاكر الطيران كمان هيشملوا لك فيها يعني زي كده بدل تعويض عن تذكرة الطيران اللي انت دفعتها، تمام؟ يعني لو الدولة بتاعتك بعيدة بحد أقصى بتزيد عن 350 كيلومتر كحد أقصى، تمام، هتبقى 250 يورو، ولو المسافة بتزيد عن 2000 كيلومتر هيبقى 500 يورو، تمام. ده بالنسبة للتعويض اللي هتاخده، والمسافة بتزيد عن 7000 كيلومتر هتاخد تعويض 1000 يورو عن تذكرة الطيران اللي انت دفعتها. طيب قلنا جميع الاشخاص متاحين، تمام، للتقديم، ومنهم برضو مدرس جامعي او باحث او فنان بيقدروا يقدموا على المنحه دي. ولو انت مدرس جامعي او باحث او فنان بيكون التمويل كالتالي، تمام. بتاخد طبعا بيكون عندك بدون دكتوراه اللي هي الدرجه العلميه او ما يعادلها، واقل من 4 سنوات من الخبره العمليه كمدرس جامعي بتاخد 734 يورو، ده بالنسبه للراتب مع الرسوم الدراسيه ومع تكاليف المعيشه، تمام، او يعني الطعام والاقامه. وطبعا لو انت مدرس او باحث او فنان ومعاك الدكتوراه واقل من 10 سنوات خبرة عملية كمدرس جامعي بتاخد 980 يورو، ولو اكتر من 10 سنوات كخبرة، تمام، بتاخد 1050 يورو. فهم مقسمينها كده، انت بتشوف بقى الفئة اللي انت بتندرج تحتها عشان تشوف التمويل اللي انت هتاخده. طيب منحة سلوفاكيا هي منحة وطنية وهي مقدمة من المؤسسات التعليمية في سلوفاكيا ووزارة التعليم العالي. مدة المنحة دي بتروح ما بين فصل واحد إلى فصلين، تمام، يعني أي حد أقصى 10 شهور دي انت بتاخدها. طيب واحد يقول لي طب ازاي انا هدرس 10 شهور؟ اللي انا عايز اوضحه ان المنحة دي مش منحة دراسية انك هتدرس فيها تخصص بشكل كامل، لا، انت كأنك هتعمل زي اكستشينج، زي تبادل. يعني انت دلوقتي حاليا استاذ جامعة او طالب ماجستير او طالب دكتوراه في جامعة في بلدك، تمام، فبالتالي انت ممكن تطلع تاخد زي مثلا سمستر او تاخد ترم دراسي برا تدرسه في سلوفاكيا، تمام، بيعدلوا لك المواد، انك بتعادل المواد، بيشوف المواد اللي انت درستها في بلدك ايه، بتكمل عليه، وما بترجع تاني لبلدك انت بتكمل برضو، يعني كان انت ما بيضيعش عليك السمستر اللي انت درسته في سلوفاكيا او الوقت اللي انت درسته في دوله سلوفاكيا، لا، انت بترجع تكمل عادي. فدي فرصه كويسه جدا. يعني تخيل انت عندك مثلا ماجستير سنتين، سنه هتقضيهم منهم مثلا لو انت مصري هتقضيهم في مصر، والسنه الثانيه مثلا 10 شهور او هتقضي منهم ترم في سلوفاكيا، وترجع مثلا تتخرج في مصر او ترجع تكمل سمستر اخير في مصر، فبالتالي انت حاجه ممتازه جدا، كانك بتعمل تبادل انك بتطلع تكمل في بلد بره، وده بيتحسب لك في السي في بتاعك انك درست مثلا في الجامعه الفلانيه لمده ترم واحد او ترمين، فده بيساعدك اكتر في مجال العمل كمان بعد التخرج، تمام. طيب
وبالنسبه لمده الدكتوراه من شهر العشر شهور، ومده الدراسه للاساتذه الجامعيين او الباحثون والفنانون من شهر الى عشر شهور. انت بتقدر تحدد المده اللي انت عايزها، عايز تقعد ترم دراسي، عايز تقعد ترمين، عايز تقعد شهر اتنين تلاته، بتحدد على حسب الماده اللي انت هتاخدها وعلى حسب الفئه اللي انت بتندرج تحتها. معايير الاهليه للتقديم على المنحه دي، كل الطلاب الدوليين مؤهلون للتقديم. يجب انك تكون بتدرس في جامعه خارج سلوفاكيا، يعني ما ينفعش انك تكون بتدرس في سلوفاكيا حاليا وتاخد المنحه دي، تمام؟ وزي ما احنا قلنا هي منحه مموله بالكامل. طيب المستندات المطلوبه هي بسيطه مش معقده، مطلوب منك السي في بتاعك، تعمل خطه بحث او خطه دراسيه تمام على المنهج اللي انت هتمشي عليه هناك، تجيب رسالتين توصيه من الجامعه بتاعتك او رساله مثلا من شخص اشتغلت معاه او من عمل تطوعي انت اشتغلت فيه. لو انت اتقبلت، يعني انت دلوقتي هتدرس في سلوفاكيا، متاح لك انك تدرس في اي جامعه في سلوفاكيا، لو معاك خطاب قبول من الجامعه دي ارفقه، لو مش معاك خلاص بتنتظر لحد ما يجي لك القبول في المنحه بعدين بتقدم على الجامعه نفسها، وترفق نسخه من جواز السفر. والمستندات الداعمه لو عندك زي شهاده تطوع مثلا، شهادات كورسات اخذتها، الحاجات دي كلها بتساعدك في التقديم. اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 31 اكتوبر 2022، تمام. كيفيه التقديم في ابلكيشن عن طريق الانترنت، ابلكيشن اونلاين هنشوفه بعد شويه، هتملاه بالكامل وترسله، وبكده بقى انت قدمت بنجاح للمنحه دي. ملاحظه ان هنا عندنا قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه، خدمه تقديم بشكل احترافي اللي هي فرصه ومنحه انت عايزها، فرص مضمونه القبول للمساعده للسفر الى هولندا، منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، خدمه تجهيز الاوراق وخدمه التقديم على فرص العمل. ولو عايز اي خدمه الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات خدماتنا موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو، كمان بتلاقيها موجوده هنا، بتملى استماره الخدمه اللي انت مهتم بيها واحنا متواصل معاك ونرتب ليك كل شيء. تعالى بقى دلوقتي نشوف الاعلان الرسمي للمنحه، تضغط على كلمه قدم الان عشان يفتح معاك الاعلان الرسمي للمنحه. طبعا بتنتظر هنا 15 ثانيه وبعدين بيتم توجيهك مباشره للاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كل التفاصيل باللغه الانجليزيه، تمام. وبعدها على طول يعني بعد مرور 15 ثانيه دي بتفتح معاك، هننتظر. طيب فتح معانا الاعلان الرسمي، بص بقى هنا بتلاقي كل التفاصيل موجوده، بيقول لك بقى عشان تكون مؤهل للمنحه دي محتاج تكون تبع في اي فئه، كل حاجة بيشرحها لك هنا، التمويل بتاع المنحة، كل شيء بيشرحه، ازاي ممكن تقدم، ايه لو في اسئلة واجوبة حاطينها، في ملفات حاطينها جايد لاين عشان ترشدك في التقديم، ايه الاشياء المطلوبة منك لما تسافر هناك، كل ده حاطينه لك هنا، تقدر انك تبص عليه وتطلع على كل حاجة، التمويل اللي حاطينه كمان زي ما احنا شرحنا، كل حاجة كاتبينها لك، تقدر تقرأ ده باللغة الانجليزية زي ما احنا وضحنا. طب عشان تقدم في المنحة دي تروح تضغط على كلمة سبميت ابلكيشن، تمام. وهنا بقى بيظهر لك تختار النوع الكاتيجوري اللي انت فيه، يعني مثلا لو انت عايز تدرس سمستر واحد او سمسترين كطالب ماجستير بتضغط على الاولى، لو انت طالب دكتوراه بتضغط على الثانيه، تدرس من 10 شهور بحد اقصى تضغط على الثانيه، لو انت استاذ جامعي او باحث او فنان بتضغط على الثالثه. لازم تختار الفئه اللي انت بتندرج تحتها. انا اخترت مثلا ان انا طالب ماجستير عايز اندرج تحت الفئه الاولى، فهيفتح معايا الابلكيشن بالشكل ده، تمام. طيب الابلكيشن قبل بس ما يعني ما يفتح معايا بشكل دايركت، انا عايز اوضح لكم شيء، ان لما انت هتيجي تضغط على هنا على الجزء ده من الاول هيفتح معاك بالشكل ده في البدايه. طيب هيفتح معاك الايميل والباسورد، انت ما عندكش ايميل والباسورد تعمل ايه؟ تروح تضغط على كلمه ريجستريشن عشان تسجل الاول اكونت، وبعدين تبدا تحط بياناتك، الاسم، اسم العائله، تحط الدرجه اللي انت عايز تقدم عليها، الدوله اللي انت جنسيتك منها، الايميل بتاعك، الباسورد، تكتب الكود ده وبعدين تضغط على كلمه ريجستر. بعد لما بتضغط على ريجستر بيوصلك على الايميل بتاعك اليوزر نيم او الاسم، بيانات الكريدنشال بتاعت الدخول والباسورد. بعدين بترجع تاني هنا، بعدين بتحط الايميل بتاعك، تمام، بعدين بتحط الباسورد، بعدين بتضغط على كلمه لوجن من هنا. لما تضغط على كلمه لوجن هيفتح معاك الابلكيشن بالشكل ده، وهنا حاطط لي الكاتيجوري بتاعتي ماستر ستودنت، ان انا طالب ماجستير، وان انا محتاج بقى احط التفاصيل بتاعتي اكمل الابلكيشن فيها، تمام. الابلكيشن بسيط مش معقد لكن لازم تملاه بشكل احترافي. طبعا اول حاجه بترجع تاني تكتب اسمك، اسم العائله، تكتب السير نيم بتاعك، تمام، تكتب الجندر بتاعك، تاريخ الميلاد، تكتب الجنسية بتاعتك تحطها، العنوان اللي انت مقيم فيه، البلد اللي انت مقيم فيها حاليا، الايميل بتاعك، سمعت عن المنحة دي ازاي، بيانات التواصل معاك، الشارع اللي انت موجود فيه، المدينة اللي انت موجود فيها حاليا، الدولة اللي انت موجود فيها، في حالة تعذر التواصل معاك في البيانات اللي فوق، طيب حط بيانات شخص تاني، والدك، والدتك، صديق ليك، تمام، اسمه برضو والبيانات بتاعته والدولة اللي هو مقيم فيها. الهوم يونيفرسيتي، الجامعه اللي انت بتدرس فيها حاليا هي ايه، لان احنا قلنا انت لازم تكون حاليا طالب جامعي ماجستير او دكتوراه او استاذ جامعي او باحث او فنان، تكون انت حاليا مندرج تحت مؤسسه عشان انت كانك هتطلع تعمل اكستشينج، تبادل، تمام.
فبالتالي هنا هتحط الجامعه اللي انت بتدرس فيها حاليا، الدوله اللي انت بتدرس فيها، الجامعه دي بتحت في اي دوله، التخصص اللي انت بتدرسه، تمام، في اي سمستر انت حاليا، التاريخ المتوقع للتخرج، كل ده بتحطه هنا، تمام. المعلومات بقى، اللغات، اللغات اللي انت بتعرفها، بتعرف اللغه السلوفاكيه ولا لا، بتكتب اليمنتري او بتكتب نان، تمام. بتكتب بقى اللغه مثلا عربي مثلا على سبيل المثال، اللغه العربيه بتكتب فيها ان دي ادفانسد، ان دي لغتك الام، تكتب الانجليش مثلا، تمام، تكتب مثلا ادفانسد او انترميديت متوسط على حسب مقدرتك في اللغه دي. بعدين الاوست يونيفرسيتي ان سلوفاكيا، بتختار الجامعه اللي انت عايز تدرس فيها في سلوفاكيا، طبعا تقدر انك تشوف احسن جامعات في سلوفاكيا وتختارها. وبعدين بتحط بقى لو انت جالك خطاب قبول، بتكتب انك جالك خطاب قبول، ما جالكش خلاص بتكتب نو مثلا، تحط هنا نو اذا لسه ما جالكش خطاب القبول، ده ممكن فيما بعد تستدركه. اللغه اللي انت تدرس فيها في سلوفاكيا، عايز لو تعرف اللغه السلوفاكيه تمام، لو ما بتعرفهاش يبقى تدرس باللغه الانجليزيه، تمام، كل ده بتكتبه هنا. عايز المده اللي انت عايزها في التدريب ده او في الاكستشينج ده، في الدراسه دي عايز مده ايه، تختار من كذا الى كذا، وتختار شهر 2 3 لحد 10 شهور بحد اقصى زي ما احنا وضحنا. عايز انك يوفروا لك تذاكر الطيران، انك تاخد تعويض عن تذاكر الطيران، بتكتب يس، تمام. ولو انت مثلا واخد منحه من جهه تانية، بتحط المنحه دي عشان هي تمولك. يعني مثلا في ناس بتكون بتدرس حاليا في جامعه، تمام، واخده منحه من الجامعه اللي هي بتدرس فيها في الوقت الحالي، وعايز تطلع تدرس في جامعه في سلوفاكيا، فانت هنا ممكن عادي جدا انك تخلي المنحه بتاعتك اللي موجوده في الدوله اللي انت بتدرس فيها او دولتك الام، ان هي تمولك في الجامعه اللي انت طالع ليها في سلوفاكيا، فبتحط ده بتوضحه هنا، تمام. هل انت مثلا خدت منحه سابقه من سلوفاكيا؟ بتقول نعم او لا على حسب. هل مثلا انت قعدت في سلوفاكيا قبل كده لمده اكتر من 36 شهر ولا لا؟ بتحدد كل ده، بتجاوب عليه. بعد كده previous scholarship stay in other countries، لو خدت منحه سابقه من اي دوله بتوضحها. خلاص جاوبت على الاسئله دي، بتعمل statements هنا declaration انك موافق على كل الشروط والاحكام، تمام، كده يبقى انت كل شيء وضحته. بعدين بتيجي هنا تبدا بقى تضيف الملفات، تحط سي في، خطاب النيه، تحط بقى لو عندك الادميشن ليتر بتحطه، تمام، ريكومنديشن ليتر، خطاب توصيه الاول، خطاب توصيه الثاني، كل ده بتوضح هنا، تمام. بعدين كل اتاتشمنت من هنا بتعمل تشوز فايل، بعدين بتعمل اد اتاتشمنت، تمام. وبعدين خلاص مليت الابلكيشن بنجاح، بتضغط على كلمه سند، تمام، ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه. طبعا هو بيقول لي ما ينفعش ان انا اضغط سبميت لان انا لسه عندي حقول ما ملقتهاش، فبالتالي مش هتبعت الابلكيشن، لازم تنتظر بقى لحد يعني تملى الابلكيشن بشكل كويس وبعدين ترسله. الديدلاين معانا هو 31/10/2022. كده بشرحنا المنحه بشكل كامل، منحه ممتازه مموله بالكامل، متاحه لجميع الطلاب، ماجستير، دكتوراه، باحثين، اساتذه جامعه، فنانين، متاحه للجميع. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه، لو حابين تقدموا من خلالنا على المنحه دي بشكل احترافي، تروحوا على رابط خدماتنا الموجود هنا والموجود في اسفل الفيديو ده. لو انتوا حابين تقدموا على المنحه دي، تروح على طول رابط الاستماره بتاعه تقدم الان، تمام، هيفتح معاك استماره تقدم الان، تبدا تملى الاستماره وخدمه العملاء هتواصل معاك وترتب ليك كل شيء. وفي خدمات تانية كتير لو حابين تقدموا عليها من خلالنا برضو، اطلعوا عليها وشوفوا الخدمه المناسبه ليكم ونساعدكم فيها، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.